النفس قامت تنهزم من النفس قامت. كان أول لقاء مع المسيح لما كان عمري 8 سنوات. أنا عندي عمتي يعني هي تعيش في الريف، ما بتعرف يعني لا فرنسي لا تعرف يعني لا تكتب لا تقرأ. يعني زوجها يعني سون كوزان وأخذها على فرنسا. وفي يوم من الأيام يعني هي فتحت الباب، باب بيتها اللي موجود في فرنسا، ولقيت كاسيت فيديو يسوع المسيح، قصة يسوع الناطقة باللغة التونسية، وهي ما بتعرف تقرأ. أخذت هذا الفيديو، وكل يعني صيف تيجي عنا على تونس يعني في زيارة وتجيب الشوكولاتة والحلال. وكنت أنا الوحيد في الفاميلي اللي عندي الجهاز الفيديو اللي يعني الفي اتش اس. يعني لما جيت على البيت قالت لي مين هذا الفيديو يعني ليلى. وكان الفيديو يعني يعني كان مقفل، يعني هي ما لمست الفيديو لانه ما بتعرف اي شيء من التكنولوجيا. اخذت هذا الفيديو وحطيته في الفي اتش اس وشفت قصه يسوع. يعني كان الشخص بيحكي باللغه التونسيه، كان كل الناس بتحكي باللغه التونسيه، يعني مش عارف الممثلين هذا مين. وكان عمري في الوقت هذا كان 8 سنوات. يعني شخص بالنسبه لي امتلك شريط فيديو يعني صار ملكي، لان في بعض الاحيان بروح ماما بس اكتب بطاقه تعريف بروح بنأجر يعني كرتون فيديوهات وبنشاهد بعدين بنرجع بنرجع الفيديو حتى بنرجع بعدين بطاقه تعريف على البيت. اوكي؟ يعني صار لي فخر كبير اني عندي شريط فيديو يعني كاسيت فيديو، لكن الكاسيت هذيا غريبه شويه لانه هو اشخاص بيحكوا باللغه التونسيه. رحت تفرجت الفيلم مرة ثانية ثلاثة أربعة خمسة أكثر من ست مرات. بعدين صرت نستنى أصحابي، يعني نفس الأصحاب يعني بين 8 سنوات 10 سنوات بيجوا على البيت، يلا تعالوا عندي على البيت السبت عندي فيلم. بروح أشاهد فيلم يسوع المسيح، وبعض الأحيان بروح أنا بحكي لهم يعني بنسبقهم في الشريط وبعمل بلو بوز، وبعدين بنرجع لورا يعني بشوف إنه هذا الشخص كيف عمل معجزات، شوف هذا الشخص بينادي ابن داود، ابن داود هو يسوع المسيح. كنت حفظت الفيلم ظهر عن قلب. لأنه بالنسبة لي أولا الشخص بيحكي تونسي، والشخص يعني حسيت فيه حنان، يعني في شيء غير عادي فيه، ومش عارف الإحساس هذا يعني كان عمري 8 سنوات، الإحساس هذا أنا ما شاهدتوش ما بعرفه. لكن رحت بعدين أسأل الماما، قلت لها مين يسوع؟ قالت لي أنا ما بعرف، يلا تعال نتفرجوا في فيلم يسوع. شاهدنا فيلم يسوع، قالت لي سوري أنا بعرف شخص بيشبه، يعني الشخص اللي بيشبه العيسى. قالت لي لكن هذا اسمه يسوع. رحت على بيت جدي، وجدي يعني كان شخص مسلم ومتقي و يعني بمفهوم الإسلامي. قلت له جدي مين يسوع؟ قال لي ما بعرف. قلت له هذا يسوع عمل معجزات. قال لي نو هذا عيسى. قلت له لا يسوع كمان عمل معجزات. قال لي اوكي جيب لي الكتاب. قلت له ما عندي كتاب، عندي الفيديو وعندي شريط الفيديو. رحت اخذت الفيديو وشريط الفيديو، وكان يعني عمري 8 سنوات. يعني ايماجن يعني كيف يعني رايح يعني وناخذ الجهاز معايا، كنت خايف يعني حتى من حدا بيسرق الجهاز. رحنا شاهدنا الفيديو. قال لي شوف يا ابني، قال لي نحن بنعرف عيسى يعني شبه العرب. اوكي؟ هذا بيشبه عيسى في المعجزات، لكن المشكل انه هو اتصرف وقام في اليوم الثالث. يسوع هذا احد من ممثلين افلام هوليوود. اوكي؟ اخذت هذه المعلومه. That's it. كنت كل مرة بنروح على السينما ولا في مقابلات يعني في بلوك فيديو بيحكوا لي بكل يعني أصحابي. كان شخص بيقول لي أنا يعني ماي البطل سوبرمان، الآخر بيقول لي سبايدر مان، الآخر بيقول لي بروسلي. بعدين بيسألوا لي يقول لي أنت مين هو البطل؟ قلت له يسوع. ومين هذا يسوع؟ بروح بخبرهم على قصة يسوع. ومش عارف يعني قصة. بعدين بيقول لي ليه بعد مقام للموت يعني شو عمل؟ ما عنديش الجواب. لكن المهم انا حكيت لهم على الفيلم. يعني كل مره
بيجي بروح نحكي على أصحابي على الفيلم يعني على شخصيات أو أبطال دائما أقول لهم يسوع، بيسألوني من هو يسوع، بروح أخبره مع يسوع. يعني أكثر من 20 شخص يعني في الفترة هذيك يعني كنت أخبرهم على قصة يسوع المسيح. بعدين من سن 8 سنوات يعني 10 سنوات قدام يعني صار عمري 18 سنة. يعني الفيديو تخرب وكل شيء يعني راح معاه. وفي يعني لما كان عمري 18 سنة كنت في البكالوريا، البكالوريا يعني سيستم فرنسي يعني الهاي سكول بالانجليزي. رسبت السنة الأولى وبعدين في السنة الثانية يعني كنت في القسم هو يعني قسم الالكتروميكانيك وكنا أولاد. والقسم اللي يعني فيه يعني الناس اللي درسوا معايا السنة اللي فاتت هما نفسهم يعني رحنا لأنه كنا بنروح وبندخن ويعني حطونا في القسم المشاغبين مدرسة المشاغبين. وكانوا معايا يعني 27 ولد وثلاثة بنات. وفي الفترة هذيك تعرفت على شخص كان جاري في نفس الوقت أنا ممكن تعرف إنه هو جاري. يعني كنا بنروح مع بعض على على المعهد وكنت أنا يعني نقول كلام يعني بنسب وبنلعب وهيك. هو كان يعني شخص يعني محترم. وفي مرة من المرات يعني دائما أنا لما يكون عنا سكر يعني بضرب الفصل بيروح البنات بيخبروا الأستاذ. بيروح الأستاذ بيتصل بالبابا وماما. يعني كنت يعني مغير الهاتف بعض الأحيان الهاتف يعني التليفون يعني بيرن. يعني كانت البنات ثلاثة بنات يعني موجودين في وسط 27 ولد يعني ما بيساعدش. وفي مرة من المرات كنت أنا يعني خاطب وكان معايا الشخص هذا الجاري يعني اللي هو في نفس الوقت يعني زميلي في الدراسة. قلت له رمزي تعال قال لي شو فيه؟ قلت له روح خبر بنات انك انت مسيحي انا يهودي. رمزي تخاف قال لي كيف عرفت انا مسيحي؟ وانا بصراحه ما كنتش بعرف انه مسيحي. قلت له روح خبرهم وقل لهم انت مسيحي. يعني انا يعني كنت فاكر هو بيهزر. راح خبرهم قال لهم بنات نحن بنحذركم يعني انا مسيحي هو يعني يهودي يعني بليز ما تقربوش مني اوكي؟ ولا منه. وراح كل يوم هو بيضحك 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 بيضحك. انا مش فاهم يعني شو بيضحك. انا فهمت هو بيضحك على اساس انه يعني انا اعطيته خطه يعني كتير كول. من بكره قابلنا في الكوفي قال لي انا عندي موضوع يعني بحب يعني بحكي معك. قلت له شو هو الموضوع؟ قال لي انا مسيحي. قلت له انت يهودي؟ قال لي نو انا عن جد مسيحي. قلت له بتهز الخنق؟ قال لي نو انا مسيحي وبابا مسيحي وامي مسيحيه. قلت له اوكي انا مسلم بابا مسلم وامي مسلمه وجد جدي كلهم مسلمين. اوكي؟ قلت لكم دينكم ولا ديني؟ قال لي بليز خليني نخبرك عن المسيح. قلت له ما تخبرني يعني انا بعرف المسيح عيسى المسيح وبعرف القران وبعرف كل شيء موجود عن عيسى. قال لي تعرف انه بابا وماما يعني كانوا مسلمين؟ صدق بتخضيت. قلت له يعني ابوك وامك كانوا مسلمين وانت بعدين جيت مسيحي يعني هم مسلمين وانت يعني فهمني اللخبطه هذه ما فهمتش. قال لي بابا وماما كانوا مسلمين وبعدين عرفوا المسيح وجيت انا ما نعرف ولا بعرف المسيح. قلت له يعني انت وماما ومامتك وابوك رايحين عنا على جهنم. قال لي نو. قال لي خليني بحكي لك عن المسيح. قلت له نو يعني انت لازم تروح على النار. خليني بحكي لك على محمد. قال لي نو ما بتحكي لي على محمد بليز خليني انا بحكي لك وبعدين نحكي لك على محمد. قلت له اوكي. قال لي على شرط. قلت له هو شو شرط؟ قال لي يكون حوار اكاديمي يعني بتسمعني بليز ما بتخليك يعني ما بتعمل كات على الديسكريسيون. قلت له اوكي. بلش بيحكي على قصتنا يعني بمحاوة قصة خلاص قصة ابراهيم وانا كنت يعني حاضر جسديا وبعمل حركة راسي على اساس انا معاك لكن في نفس الوقت الدماغ يعني كان رايح في فكرة اخر. بعدين بلش بيحكي على على المسيح عيسى. قال عيسى المسيح. قال عيسى المسيح لما كان هو في الجبل كان بيحكي مع تلاميذه وقال
من لا طبعت أحد على خدي الأيمن إلا خدي الأيسر. كانت هذه أكثر جملة أنا حافظها من الفيلم منذ 10 سنوات. لما هو تكلم عن هذا يعني عبارة عمل لي باور وشفت كل الفيلم. شفت فلاش. وقفته كنت من وقفه. قلت بعدين عمل معجزات وعمل معجزة المعجزة هذه وهذا وهذا وهذا. وبعدين مات على الصليب وقام في اليوم الثالث. تخاف. قال لي أمين هو في حدا حكى لك على المسيح؟ قلت له أنا ما بعرفها أنا ما في حدا لك أنا بعرف المسيح في القرآن وهذه يعني قصة أخرى. قال لي شو قصة؟ قلت له قصة يسوع. قال لي عن جد في حدا حكى لك على يسوع؟ قلت له نو أنا كان عندي شريك فيديو لما كان عمري 8 سنوات كنت بنحب شخص يسوع ويسوع بالنسبة لي هو البطل. تأثرت بيه وكبرت يعني وكانت الجملة الوحيدة اللي كانت في دماغي لكن بعرف قصة الفيلم. قال لي عن جد تحكي؟ قلت له نحكي عن جد. يعني صار يعني مو قلنا يعني دقيقتين هو عامل يعني مو فاهم أي شيء. قال لي تعرف إنه يسوع هو عيسى؟ قلت له نو. قلت له يسوع لحاله وعيسى لحاله. عيسى هو شوف يعني هون يعني ما مات على الصليب لكن يسوع هو اللي مات وقام في اليوم الثالث. قال لي تعرف ده اللي قام في اليوم الثالث؟ قلت له نو ما بعرف. قال لي ممكن تيجي معايا على البيت بعطيك انجيل؟ قلت له نو. قلت له انجيل محرف. قال لي اوكي تعال معايا بعطيك الكتاب اللي بيحكي على يسوع. قلت له اوكي يلا رايح معاك. رحت معاه على البيت. دخلت على البيت يعني لقيت ابوه سلم علي وبعدين اعطاني الانجيل. رجعت على البيت قال لي بعطيك الانجيل لمده يومين. بتعرف الانجيل بعدين بترجع اوكي؟ قلت له اوكي. رحت على البيت بلشت اقرا الانجيل. اعطاني هو العهد القديم والعهد الجديد. غايب عن الهاي سكول لمده 6 ايام. لما باخذ بقرا بلشت بالعهد الجديد. يعني نبلش أقرأ الفيلم والله من الساعة 9 الصبح حتى الساعة بالليل حتى الساعة 6 يعني مش عارف كان الوقت بيمر. كنت في نفس الوقت حاط يعني للطاولة وكل يعني امتحاناتي لما بتيجي ماما يعني بحط العبارة الامتحان الميكانيك أو الفيزيك حتى ما بيشوفوا يعني الكتاب المقدس. 6 أيام وأنا بدرس بقرأ ونفس الصفحة في بعض الأحيان يعني بنعيد قراءتها أكثر من 5 مرات في اليوم. وكنت لما كنت بقرأ يعني يكون في شيء يعني في يعني مش عارف يعني كان في دفء كان في يعني مش لكن الإحساس هذا كان غريب يعني أول مرة بنحسه. كنت لما بقرأ بعرف القصة هذه وبنفكر وبنرجع للفيلم. بعد ذلك رجعت وقلت يسوع هو عيسى لأنه الإنجيل الموجود يعني هو نفسه. راح أبوه بيفسر لي وقال لي يعني هو ما حب يعني قلت احكي لي عن الإسلام. قال لي ما بدي احكي لي عن الإسلام خليني احكي لك عن الإنجيل. إذا أنت بتعرف الإسلام أوكي خليني احكي لك عن الإنجيل. راح بيخبرني عن الإنجيل وكل مرة بنجي على البيت يعني مدة شهرين عندي أسئلة أسئلة وكل ما كنت يعني في بيته كنت نحس بالراحة طمأنينة وسيكوريتي في بعض الأحيان كنت بننام عنده لأن لما برجع على البيت يعني كان في استيرابات مش عارف يعني في أتموسفير يعني غريب شوية علي. مدة شهرين تعلم أخذت كتير معلومات ورجعت على البيت وكل مرة يعني مصدوم بفتح القرآن بنشوف آيات يعني بعرفها يعني مدة 18 سنة يعني من اللي اتولدت بعرف الآيات القرآنية بتشوفها يعني بتحكي شيء آخر يعني في الموضوع تغير يعني يعني ميزيور فريمون سون شونجي لما بنشوف شوف في تغيير يعني الآية بتحكي على حاجة غريبة إنه الإنجيل الله بيدور على الإنسان. القرآن الله بينفذ غاية محمد.
بعد فترة رجعت عنده على البيت، كنت نحكي مع أبو، قال لي أمين أنت تعرف كل شيء، تعرف يسوع المسيح قبل 10 سنوات وهو بيعرف واختارك وهو بيحب يعيش معك. قال لي أنت تؤمن بالله؟ قلت له شوف أنا نؤمن بالله موجود لكن مش عارف، مصدوم مش عارف أنا فين. قال لي عادي نروح على البيت. وصلت قلت له كيف يعني تروح الفضاء؟ قال لي نعم. قال لي هو صديقك وهو بطلك وهو يور هيرو، روح احكي معاه وخبره وهو حي حيجاوبك. رجعت على البيت كنت مصدوم، سكرت الغرفة بلشت بحكي، قلت يا رب أنا مش عارف طريقة نؤمن بوجودك في العالم، نؤمن إن أنت خالق السماوات والأرض. إذا كنت أنا في الإسلام بعت عليك بليز رجعني خليني يعني ببعدك مرة بروح بصلي بعد ركعات. إذا كنت أنت حي في المسيح وإذا أنت حقا يعني لما كان عمري 8 سنوات أنت اللي رحت خبرتني وجاوبت معايا أنا نقبلك أنه مخلص في حياتي. ورحت نمت، لكن لما نمت كان في كل لي وأنا ببكي مش عارف يعني شو يعني ليه ببكي، كانت الدموع بتنزل لا وعي، وكنت حاس إنه كأني في نار، في أتون نار شعلة في جسمي من داخل، يعني كان في حركات في جسمي غير عادية، كنت في دموع في بقى أحيانا بصحى يعني بمسح دموعي برجع نام، بمسح دموعي برجع نام، يعني في إن كنترول، ما فيش كنترول يعني على عملياتي. ونمت يعني كان نوم غريب جدا يعني مسترب وحرارة، حسيت نفسي في بعض الأحيان أنا مريض، أخذت يعني مسكنات برجع ودموع بتنزل. في الصبح أنا صحيت وكان في صوت يقول لي أقبل يسوع المسيح. تشجعت قلت يا يسوع المسيح أنا أقبلك كمخلص في حياتي خليك أنت معايا. أخذت الغازي ورايح يعني على الهاي سكول، أخذت السيجارة وأول ما كيفت السيجارة يعني جي فومي، يعني عبارة أول مرة رجعت وكنت حاسس يعني حالي أخاف من ريشة، وحبيت كل الناس، كنت بنحب الناس وبنحب العالم، كنت يعني بتشجع إني بحكي مع أي حدا على يسوع المسيح. وبعد سنة يعني صارت اجتهادات وجابوا لي إمام على البيت على اساس انه هو بيقنعني، لانه ماما لقت الكتاب المقدس في يومتها قالت لي انت مسيحي؟ كنت خايف لكن قلت لها انا مسيحي، فكرت في وقتها اذا انكرتني يمكن انا عندي ابدي في السماوات، بلش بتصرخ وبتصيح وبتبكي. بعد الساعة 12 بالليل على الساعة 1 بيجيني امام جامع، يعني كان شغله بيغسل اموات حانوتي. ماما بدلش تصرخ قالت له يا شيخنا ابني عملوا له غسيل دماغ. كنت خايف اول مره بنخاف، يعني كنت بنشوف الكتاب المقدس قلت يا ربي كيف يعني هذا الشخص بنفسر له كل الكتاب المقدس في ساعه او في ساعتين، يعني تشالنج بالنسبه لي. واول مره يعني اول مره بعد سنه من الإيمان اللي بحكي حدا على المسيح، إنه الشخص اللي علمني قال ما بتحكي على حدا على المسيح، خليك تتعلم ولما تكون متعلم الروح القدس هو حيقودك. وكانت أول أكسيون مع كلمة الله مع الشيخ. كنت خايف لكن صليت قلت ربي في آية وبنتفكر، أنت قلت لما تكون في المجامع وفي المحاكم أنت اللي بتحكي مو أنا اللي بحكي. وصليت انا استدعيت، ولما دخلت انا رحت قلت تعالى على الغرفه، يعني انا اللي استدعيته، ومده ساعه 45 دقيقه نحكي له على المسيح كيف انه القران بيشهد انه يسوع المسيح هو الله. وحكيت له لانه هو صاحب يعني بغسل الاموات، قلت له شوف القران بيشهد انه في الله تجسد في العليقه في الجبل، يعني القرآن يقول إذا تجسد في الجبل في إنسان، أوكي؟ قلت له أسمى المخلوقات شوية، قال لي الإنسان.
قلت له إذا كان الإنسان ما فيه روح على الجثة. قلت له إذا كان الإنسان فيه روح، قال لي يعني يا إنسان وبيعيش. قلت له الإنسان وإذا كان الإنسان فيه روح، من هو كلماته روح الله؟ إذا الإنسان أنا ما هو؟ تفضل. قال لي الله. قلت له القرآن بيشهد من المسيح والله. فرجيت الآية. مدة ساعة 45 دقيقة غالبا فسلوا على موعظة على الجبل. بعد ما خلص كلام قال لي أنا أول مرة بحكي مع شاب والكلام يخرج منه فيه نور وحق. قال لي بليز أعطيني الإنجيل. كانت عندي يعني السكر فيها إنرجي. قلت له بعطيك الكبير ولا الصغير؟ قال لي نور أعطيني الصغير حتى مامتك يعني ما بتشوف. راح أخذ الإنجيل وخباه ولما خرج من البيت ماما قالت له يعني شيخنا شو عملت معه يعني زبط حل؟ قال لا ابنك يعني دماغه مسكر ما بمتل يصحى. بعدين صارت البرسكيوشن بالجيران حتى للشرطة ومش بالرب يعني الصلاة اللي صلاها يعني أبو صاحبي يعني قبل شهر قال أنا مين بدي نصلي بصلاة يعني غريبة شوية. قلت شو هي؟ قال لي إنه أمك وأبوك بيعرفوا المسيح وأنت يكون عليك استشهاد. قلت له كيف يعني بتمنين الاستشهاد؟ قال الاستشهاد هو الـ يعني الأرض الموقع، هو الأرض الإيمان. الإيمان بتتعلم ولكن لازم تعيش في الاستعداد. خلينا نصلي لأن على قلبي إنه إذا كان في شخص يعني اليوم موجود بيناتنا أنا أقول يعني أتمنى إنه يكون شهادتي يعني يكون تلمس قلبه وبيجدد علاقته مع الله. شفيعي وربي بنعمتك ملكي.